كندير الدلج، ولكن انا دابا كنديرو في تيجنيت. على الاخر عندي واحد الامراض تبعته في ميريجكو، كنجي عند هاد الناس تنشوفو، تندوز واحد رجل مهرس فيه، ولا كيتعاملوا معايا مزيان بخير وعلى خير. كنجيو صافي. اييه. الطبيب اللي كيجي عندنا في تفراوت هو اللي صافتني هنايا، هو اللي كيتعامل معاهم. كيتعاملوا معاك مزيان. مي الله يرحم الوالدين، الله يكثر خير. كندير ثلاثة المرات. السبت والاثنين والخميس. ايه ثلاثة المرات. يعني كتنوزي حياتك في الدين. ايوا نكتب اللي قسم لينا الله. امتى تصابيتي بهاد المرض؟ دوك غادي في 5 سنين. شنو أثر لك عاوتاني؟ وما حاسه ما والو، مني طحت مريضه طحت، مني داوني دوزوا ليا كيقول لك عندك فقر الدم، عندك هذا، يدوني يخليو هاد الشيء يمشي يدوني لطبيب اخر. واحد الطبيبه هي اللي قلعت ليا المرض ديالي يعني. صافي مشيت ديريك لميريزكو. كيما جيتي هنا لمؤسسة الأمل؟ وجانا قاصح في كنت نعس أنا في كلينيك، معاقلة شفت نعسة في كلينيك، مني جيت لهنا لهاد المركز. خاص من ناحية الثمن؟ إيه، فلوس ماشي ساهلة. ولكن كي كتحسي شنو خاص؟ كنحس بلي مزيان. كيفاش كيتعاملوا معاك؟ كيتعاملوا معنا البنات مزيان. تمنى هذيك 100 درهم تحيديها. إيوا 100 درهم ما تعرف. كانت مزيانة. إيوا تعرف كل شيء. ماشي ساهلة. كتجيك دواء، كيجيك تحاليل، كيجيك ما ماشي ساهلة، كيجيك الدم، كيجيك ماشي ساهلة. والحمد لله. السلام عليكم، معكم زينب انفيرميير فونداسيون امل، دابا 6 سنين وانا معاهم. بالنسبه للفونداسيون يعني كنشوف انا غدا مزيان من هنا لقدام، يعني شي حوايج اللي مزيانين في المستطاع لي بيرسونيل و لي باسيون. كاين اللي ما كيسمعش، كاين اللي ما كيشوفش، يعني خاصك تشد لهم الخاطر كاملين. هو يعني كل واحد كتعطي خاطره ضروري في اي حاجه. كاين اللي كيدير 4 سوايع، كاين اللي كيدير 3.5، كاين اللي ما كيقدرش يكمل بعد مرات الحصه ديالو، كاين اللي كيسخف، يعني كل مره وشنو، على حسب المريض هو وصافي. يعني بالنسبه لكل ممرضه كتشد 4 لي باسيون صباح العشيه، بعد ما كيكونوا 3، بعد مره كيكونوا 4، على حسب. كاين اللي كيكونوا لي زابسونس، كاين اللي كيجي، كاين اللي ما كيجيش، على حسب.